وسط البلد مكان مش ممكن تمل انك تتمشى فيه، مكان مليان ذكريات وحكايات لا يمكن تتنسي. ومع التطوير الجميل اللي تم في عدد كبير من الشوارع والعمارات، وسط البلد بقت اكثر اشراقا من الاول. النهارده هنتمشى ونتجول في شارع قصر النيل بعد التجديد والترميم، وشارع 26 يوليو بعد الافتتاح. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة من شارع طلعت حرب الشهير في وسط البلد في القاهرة، ومنه هندخل على شارع قصر النيل الجميل جدا في وسط البلد. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع طلعت حرب وداخلين على ميدان طلعت حرب، وقدامنا تمثال الاقتصادي المصري الكبير طلعت حرب. على شمالنا شارع محمود بسيوني، واللي كملنا على طول هيكون استكمال شارع طلعت حرب، ولكن هو الاتجاه الاخر اللي جاي من شارع 26 يوليو. وعلى يميننا دلوقتي شارع محمد صبري ابو علم، وادينا بقى دخلنا شارع قصر النيل، وهنتفرج على الشارع زي ما قلنا بعد التجديد والتطوير والترميم اللي تم في الفترة الأخيرة. يمكن هدفنا في حلقة النهاردة ان احنا نتفرج بقى على التطوير ده، واللي رجع شكل القاهرة الخديوية الجميل، واللي كان أصابها بعض الإهمال والقبح بشكل يعني معين. لكن زي ما انتوا شايفين كده شكل العمارات بقت جميلة جدا جدا جدا. كان هم حاولوا ان هم يدهنوا العمارات بنفس الألوان القديمة، استعانوا ببعض الأفلام القديمة عشان يقدروا ان هم يرجعوا للشكل القديم للعمارات، او شكل او الوان العمارات اللي كانت موجودة قبل كده. طول ما احنا ماشيين في شارع قصر النيل هعرفكم على بعض الشوارع او اسماء بعض الشوارع اللي بتتقاطع مع شارع قصر النيل. شارع قصر النيل من الشوارع الحيوية جدا في وسط البلد، وزي ما انتوا شايفين كده بيتقاطع معاه عدد كبير من الشوارع المهمة جدا زي شارع الشواربي، وهيقطعنا دلوقتي مباشرة شارع شريف اللي على نصيط وادي البنك المركزي وعمارة الاموبيليا اللي على الشمال، وادي شارع شريف بيقاطعنا يميننا وشمالنا. عدينا كده التقاطع وداخلين على الاشارة دي، وبعد كده هنكمل طريقنا في شارع قصر النيل. يمكن طول ما انت ماشي في وسط البلد وبين عمارتها التاريخية بتحس قد ايه البلد دي جميلة، بس لازم نحافظ عليها. هتحس وتفتكر ذكرياتك في الاماكن دي، هتفتكر شكل المحلات القديمة ومنين اشتريت ايه سواء كنت صغير او كبير، هتفتكر شكل الشوارع الجميلة دي ساعة المطرة في الشتاء، هتفتكرها وانت بتتمشى فيها في الصيف وبتاكل الايس كريم والفشار والشيكولاتة، وهتفتكر لما كانت والدتك بتاخدك في ايديها وتشتري لك لبس العيد وجزمة العيد، وتقول لها وانت ماشي زي ما بقول لكم كده عايز بقى آيس كريم أو فشار أو شوكولاتة. ترجع بقى البيت في قمة الانبساط وانت شايل شنطة هدومك وفرحان بيها وبتاخدها في حضنك طول الليل. صدقوني الحياة البسيطة دي كانت أجمل وكانت أصفى، كانت بدون أحقاد أو حسد، وكانت كل راضي بكل اللي ربنا قسمه ليه. احنا دلوقتي في يعني بقى يميننا وشمالنا شارع محمد فريد، وأدينا في ميدان مصطفى كامل، وبنكمل طريقنا في شارع قصر النيل لغاية ما نوصل لميدان الأوبرا، وبعد كده هننتقل لجزء تاني من رحلتنا النهاردة اللي هو هتكون في شارع 26 يوليو. نرجع تاني وعايزين نقول انه مع زيادة الطموحات وتطور الحياة وحتى مع زيادة الفلوس كان السعادة طارت والرضا قل، فندعي ربنا انه ينعم علينا بالرضا دايما. احنا لسه مكملين طريقنا زي ما انتم شايفين في شارع قصر النيل، وداخلين بالفعل كده على ميدان الأوبرا، والشارع اللي بيقطعنا كده يميننا وشمالنا هو شارع الجمهورية. زي ما انتم شايفين كده شارع جميل جدا، اتفرجنا على شكل العمارات الجميلة اللي طبعا مع يعني الاستمرار في التطوير والترميم اللي هيتم في عدد كبير جدا من العمارات في وسط البلد هترجع بقى لرونقها وجمالها وبهائها القديم بشكل كبير. يعني شارع قصر النيل اللي احنا ماشيين فيه واللي يمكن خلصناه بقى اهو ودخلنا كده على ميدان الأوبرا، الشارع ده متسمي شارع قصر النيل لان محمد علي باشا كان بنى قصر على النيل مباشرة لبنته زينب، وكان مكانه مكان جامعة الدول العربية وفندق ريدز كارلتون اللي موجود دلوقتي ومبنى الحزب الوطني القديم. احنا دخلنا بالفعل على ميدان الأوبرا وادينا قدامنا تمثال ابراهيم باشا، تمثال الشهير جدا اللي ركب على الحصان. وهنسيب بقى ميدان الأوبرا وهنروح عشان نستكمل رحلتنا النهاردة في شارع 26 يوليو. احنا دلوقتي في شارع واكد، وعلى يميننا شارع بستان الدكة اللي بيكون فيه سوق ديانة للتحف النادرة، واللي بيكون السوق ده موجود دايما كل يوم سبت. كان لينا جولة ورحلة في السوق ده، ويمكن هنكمل دلوقتي بقى طريقنا في شارع واكد عشان نزور شارع 26 يوليو او شارع فؤاد اللي كان الاسم القديم ليه.
هنخرج من شارع واكد على شارع الجمهورية في طريقنا لشارع 26 يوليو. يمكن انا حاولت ان انا ادخل بعض الشوارع الجانبية في وسط البلد عشان نتعرف عليها مع واحد بجولة مهمة في الشوارع دي واللي هي مشهورة جدا ولكن في ناس كتير ما تعرفهاش. الشارع اللي احنا فيه اللي هو شارع واكد موجود فيه معهد الاذاعه والتلفزيون، وزي ما انتم شايفين كده خرجنا من شارع واكد وبقى على يمنا وشمالنا شارع الجمهوريه. طبعا لو دخلنا شمال هنوصل لميدان رمسيس، وادينا هندخل يمين عشان ناخد بقى شارع 26 يوليو من بدايته. ميدان او شارع الجمهوريه اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي لو كملناه لغايه اخر الشارع هنوصل منه لميدان برضه تاني، وهو ميدان الجمهوريه او ميدان عابدين. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع الجمهورية وهندخل منه زي ما بقول لكم على شارع 26 يوليو. الشارع يمكن الشارع ده شارع 26 يوليو بيكمل في منطقة الوكالة ومنطقة الزمالك ومنطقة المهندسين وميت عقبة وميدان لبنان، وبيكمل بمحور 26 يوليو ولغاية ما نوصل لمدينة 6 أكتوبر. لكن الجزء الأشهر من الشارع هو الجزء اللي احنا وصلنا له أو لسه هنوصل له دلوقتي، لسه ماشيين أهو في شارع الجمهورية وهندخل من شارع الجمهورية مباشرة على شارع 26 يوليو. وعايز أقول لكم إن هو ده يمكن الجزء الأشهر من شارع 26 يوليو، وبرضه الجزء فيه جزء شهير جدا في الزمالك. دخلنا بالفعل اهو شارع 26 يوليو وهنكمل بقى الطريق. طبعا الشارع ده الجزء الاخير منه هو الهدف من الرحله النهارده، الجزء الاخير منه كان مقفول لفتره زمنيه طويله عشان انشاءات مترو الانفاق، لكن هو اتفتح مؤخرا وحاولت ان انا افرجكم بقى على الجزء ده بشكل كده واضح. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع 26 يوليو اللي كان اسمه زمان شارع فؤاد، والشارع بيطل عليه شوارع مهمة جدا في وسط البلد زي شارع عماد الدين اللي هنوصل له كمان شوية صغيرين، وشارع محمد فريد، وشارع طلعت حرب، وشارع شريف، وشارع عرابي، ومليان بقى زي ما انتم شايفين بالمحلات اللي بتبيع الملابس والأحذية والأقمشة، مليان كافيهات ومليان محلات أكل. يمكن الشارع كان في البداية اسمه شارع بولاق وبعدين بقى اسمه شارع فؤاد الأول. بعد الثورة وبعد بقت عايزة تغير شكل البلد من الملكية للجمهورية، شارع طلعت حرب اللي بيطل على الشارع هنا كان اسمه برضو شارع سليمان، وشارع عرابي كان اسمه شارع توفيق. يمكن 26 يوليو كان ذكرى رحيل الملك فاروق عن مصر. زي ما انتوا شايفين الشارع مليان محلات واوتيلات قديمة وعتيقة جدا، تلاقي فيه محل ساعات قديم ومكتوب فوق المحل الاسم الأجنبي ليه، يعني هتلاقوا عدد كبير جدا من المحلات القديمة اللي موجودة في شارع 26 يوليو. كمان الشارع فيه دار القضاء العالي وجمعية الإسعاف ومسجد أبو العلا وكوبري 15 مايو وعدد كبير جدا من المعالم في طريقه لغاية ما نوصل زي ما قلت لكم من شوية لمدينة 6 أكتوبر. شكل الشارع طبعا هو يعتبر شارع 26 يوليو من الشوارع الواسعة في وسط البلد، يعني هو طبعا أوسع من شارع شريف وأوسع من شارع طلعت حرب وأوسع من شارع قصر النيل اللي لسه معديين عليه من شوية صغيرين. اتفرجوا كده بقى على جمال الشارع، وشايفة زي ما انتم شايفين كده جمال العمارات اللي موجودة، وأظن إن الشارع برضو هيتم تجديد وترميم للعدد كبير من العمارات اللي موجودة على يمنا وشمالنا عشان ترجع للشارع البهاء والرونق الجميل فيه. على شمالنا دلوقتي زي ما انتم شايفين كده الشارع على شمالنا اللي على ناصيته العبد ده هو شارع شريف طبعا مشهور جدا، وبقى على يمنا دلوقتي شارع عرابي ومنه ممكن تدخل على منطقة التوفيقية، وبرضه ممكن تدخل على منطقة التوفيقية دلوقتي بعد ما اتفتح شارع 26 يوليو من شارع 26 يوليو. وطبعا برضه الشارع اللي على شمالنا دلوقتي ده هو شارع طلعت حرب الشهير، وزي ما كنا دخلناه في بداية رحلتنا دخلنا منه على شارع قصر النيل، هنا بقى هو الامتداد او الجزء التاني اللي هندخل منه من شارع طلعت حرب لغاية ما نوصل لغاية الميدان. الجزء اللي احنا داخلين فيه دلوقتي بقى دلوقتي هو ده الجزء اللي كان مقفول لفترة يمكن اتقفل اكتر من 5 سنين عشان انشاءات او الحفر اللي كان بيتم لمحطات مترو الانفاق اللي موجودة وشايفينها دلوقتي. الجزء الشمال ده هيدخلنا على شارع شامبليون، وادي دار القضاء العالي موجودة قدامكم مباشرة اهو، وادي محطات مترو الانفاق اللي تمت في الفترة الاخيرة. طبعا الفترة اللي اتقفل فيها الجزء ده من الشارع كانت خسارة كبيرة لاصحاب المحلات اللي موجودة على يمنا دلوقتي، ويمكن موجود في الشارع ده طبعا كان على يمنا دلوقتي كمان سينما ريفولي المشهورة جدا، وموجود في الجزء ده من الشارع شارع البورصة القديمة اللي بتدخلك على منطقة التوفيقية المشهورة بقطع غيار العربيات.
كمان على شمالنا زي ما انتوا شايفين دار القضاء العالي، وكان على يميننا زي ما شفنا سينما ريفولي. والجزء ده يمكن كان وحشنا، ولو دخلنا يمكن اقصى الشمال منه زي ما قلت لكم هندخل على شارع شامبليون. موجود هنا فيه كمان نادي البلياردو الشهير جدا، ومحطة المترو هنا هي محطة جمال عبد الناصر اللي انتوا شايفينها، او محطة الاسعاف، وبقت ضمن المحطات الجديدة بخط المترو الثالث. وزي ما قلت لكم الشارع هنا يمكن اتقفل لمدة 5 سنين. احنا كده عدينا بقى الجزء اللي كان مقفول من شارع 26 يوليو، وطبعا احنا يعني لسه ما اتعملش ان انت تقدر تكمل كده وتطلع على شارع الجلاء من شارع 26 يوليو، لكن احنا هندخل لازم تدخل بقى على شارع رمسيس، وبعدين تفضل ماشي كده، ومن عند الاولى ممكن تلف شمال وترجع على شارع الجلاء عشان ترجع بقى على ميدان عبد المنعم رياض، او ترجع على ميدان التحرير. احنا دخلنا بالفعل كده على شارع رمسيس الشهير جدا اللي كان لينا عدد كبير جدا من الرحلات، عدينا في شارع رمسيس في اتجاهنا لعدد كبير من مناطق القاهرة. زي ما انتوا شايفين الجزء اللي على شمالنا على يميننا دلوقتي ده طبعا زي ما بقول لكم هو الجزء الخاص بسوق التوفيقية المشهور بتاع قطع غيار العربيات. يمكن رحلتنا النهارده ما كانتش طويله قوي، لكن اتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا برحلتنا النهارده في جزء مهم من وسط البلد في القاهره. يعني زي ما بقول لكم طول ما انت بتتمشى في وسط البلد عمرك ما هتحس بالملل ابدا. شوارع وسط البلد بعماراتها بمعالمها الشهيره جدا بتحس فيها بالعراقه والتاريخ، وبتحس ان انت رجعت يعني زمن كان في الحياة هادية ورايقة بشكل كبير جدا. احنا لسه مكملين طريقنا في شارع رمسيس. طبعا شارع رمسيس زي ما بقول لكم الشارع ده هيوصلنا لميدان رمسيس، وطبعا ليه امتداد كبير قوي بنوصل منه لميدان العباسية، وليه امتدادات كبيرة قوي لمصطفى النحاس وبشكل كبير. على شمالنا دلوقتي سنترال رمسيس الشهير في شارع رمسيس. ويعني اتمنى ان رحله النهارده تكون عجبتكم، اتفرجنا فيها على شارع قصر النيل بعد التجديد والتطوير والترميم اللي تم بشكل كبير، واتفرجنا كمان على شارع 26 يوليو بعد ما تم افتتاح الجزء اللي كان مقفول لمده 5 سنين واللي تمت فيه انشاءات الخط الثالث لمترو الانفاق. اتمنى ان رحله النهارده تكون عجبتكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا اول باول. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.